ايضا احزاب كثيره اصدرت بلاغ، ولكن احنا بغينا واحد رساله حزبيه وديال المنتخبين وديال ايضا معهم مختلف الفئات قويه على ان هذا الامر ليس مساله دوله، ليس امر يعني الدوله وحدها، ليس امر يعني الجهات السياسيه وحدها، انه هو امر يعنينا جميعا كمغاربه، حيثما كنا في مختلف المناطق، في مختلف الجهات، وفي مختلف المؤسسات، وحيثما كنا نشتغل. هذا هو الرساله اللي بغينا نوجهها اليوم، واللي بغينا نوجهها بالخصوص الى خصوم المغرب، ولكن ايضا نوجهها الى المنتظرين. هناك نريد ان نقول اننا نرفض رفضا باتا كل المحاولات اليائسه في هذه المنطقه العازله لايجاد موضع قدم لاي طرف اخر. والمغرب اعلن انه سيرفض هذا بالقوه وان الامر مفتوح على جميع الاحتمالات. وعيا من المجتمع الدولي ومن الامم المتحده بعداله هذه القضيه، ان هناك تشويشات تبث اخبار ومزاعم واشاعات. هذه القضيه المغرب فيها ينطلق من ارضيه قانونيه وتاريخيه وواقعيه وعمليه صلبه. هذه الاراضي هي اراضي مغربيه، هي ديال السياده المغربيه. ورغم ذلك المغرب تخفيفا للتوتر وتجاوزا لاي اشكال انذاك تخلى طبعا للامم المتحده في مجال المراقبه على ان تبقى كما هي. اي تدخل فيها يغير طبيعتها يحتاج الى مواجهه قويه. اذا هذه منطقه عازله والامم المتحده تعترف بانها يجب ان تبقى كما كان، فالموقف المغربي قوي حقوقيا، قوي تاريخيا، قوي قانونيا، قوي وفق اعتراف المنتظر الدولي بهذا. فاليوم رسالتنا نوجهها وهي قويه ايضا بالاجماع الوطني، كنقولوا الاجماع الوطني ايضا حتى هو قوه اضافيه لهذا الموقف الوطني بغض النظر عن مواقعنا جميعا. اذا الجواب الصحيح والوحيد على تلك المناورات وتلك الاعتداءات يجب ان يقوم على الصرامه وان يقوم على الحزب وان يكون على التعبئه استنادا الى الاجماع الوطني حول عداله هذه القضيه. نواجهها بعزمنا، نواجهها بصدقنا، نواجهها بإيماننا وثباتنا وإيماننا بقضيتنا، نواجهها بعملنا السياسي الجاد. وهذا هو دعوتنا إلى جميع الأطراف الحاضرة معنا بالعمل السياسي الجاد. قد نختلف في بعض القضايا السياسية، قد نختلف في بعض القضايا الاقتصادية ومقاربتها، قد نختلف في بعض القضايا الاجتماعية ومقاربتها، وهذا كله مشروع، ولكن هذه القضية هناك إجماع وطني، فنحن مجتمعون في الامر الذي لا نختلف حوله لنعلن للعالم كله اننا جبهه واحده، قوه واحده للحفاظ على الحق الوطني والحق المغربي. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.